خلال العام الماضي وسدى أجرى مستشفى الصدر 600 عملية جراحة للقلب و7000 عملية قسطرة، حيث أدخل قسم جراحة القلب مؤخرا التدخل الجراحي المحدود أو ما يسمى بجراحة القلب طفيفة التوغل، ساهمت في سرعة شفاء المريض والتقليل من المضاعفات الخطيرة. نعم، خلال الفترة القليلة القادمة سيتم إعادة تفعيل برنامج جراحات الروبوت للقلب، كما تبدأ العمل بتركيب أجهزة مضخة القلب في المستشفى الصدري لمرضى يعانون من فشل شديد في عضلة القلب. 600 عملية جراحة قلب يجريها مستشفى الصدري سنوياً، وأكثر العمليات التي تجرى تبديل الشريان والصمامات. وفي الآونة الأخيرة أدخل قسم جراحة القلب برنامج التدخل الجراحي المحدود، إضافة إلى الاستعداد والتجهيز لإعادة تفعيل برنامج الروبوت الجراحي للقلب. بالفعل احنا من في قسم الجراحة بدينا العمليات التدخل الجراحي الصغير، وكبر معانا هالموضوع هذا، وبدينا نسوي عمليات أكبر. كنا نتخصص فقط في عمليات تبديل الصمام، الآن نجري عمليات أكبر ومعقدة. برنامج الروبوت الجراحي لعمليات القلب احنا في طور إعادة هذا البرنامج، لأنه توقف في فترة الكورونا، وبالتالي إن شاء الله في المستقبل القريب راح نبتدي عمليات الروبوت. التدخل الجراحي المحدود أو ما يسمى بجراحة القلب طفيفة التوغل تجرى لحالات معينة تساهم في التقليل من الألم وسرعة الشفاء وفقدان كميات قليلة من الدم. المرضى اللي هم يحتاجون تبديل الصمامات، صمامات الأيورتية أو المايترال، مرضى اللي هم يحتاجون إلى عندهم مثل ما تقولين اضطرابات في ضربات القلب، ممكن نعملهم العمليات أيضا بالتدخل الجراحي الصغير أو الجروح الصغيرة. عمليات بعض المرضى اللي هم عندهم مشاكل في أخذ أدوية السيولة. كما أدخل مستشفى الصدري برنامج جديد، وهو تركيب أجهزة مراقبة دعم وظائف الرئة والقلب، إضافة إلى أجهزة مضخة القلب لمرضى يعانون من فشل شديد في عضلة القلب. أحد البرامج الكبيرة اللي احنا شغالين فيها مستشفى الصدري هو برنامج الكارديوجينيك شاك والميكانيكال سبورت. طبعا هذا معناته المرضى اللي يحصل عندهم فشل شديد في عضلة القلب احنا نركب لهم أجهزة دعم القلب ودعم الرئة أو أجهزة مضخة القلب. فهذه أحد البرامج الناجحة في مستشفى الأمراض الصدرية، واستفادوا منهم عدد كبير من المرضى. كما أدخل مستشفى الصدري برنامج لعلاج أمراض الصمام القلبي الثلاثية عن طريق تبديل وتركيب صمام جديد أو عن طريق القسطرة التداخلية العلاجية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.